يعني من تحليل الصور اللي حضراتكم بتعرضوها دلوقتي هتلاقي حجم الانفجارات كبير جدا بتاع عربيه الدفع الرباعي. لما تيجي الحقيقه على الصوره ارجو المشاهدين يبصوا كده الانفجار بتاع عمليه عربيه الدفع الرباعي، هلاقي انفجار اكبر بكتير من القيمه الانفجاريه بتاعت الوقود بالعربيه. ده معنى ان فيها كميات مواد متفجره كبيره جدا، فيها كميات كبيره من الذخائر. ده الحقيقه ترجمه لفلوس. طب عايز اسال حضرتك عن محاوله اختراق الحدود الغربيه، هل ده معناه ان لسه في محاولات اختراق؟ طبعا احنا تصدينا ليها في مرحله متقدمه، ولكن ده معناه ايه بالنسبه للمنطقه دي تحديدا حدودنا الغربيه؟ معناه حاجتين، معناه ان في دول مصره انها لسه في محاولات الارهاب. بالظبط، يعني اصل حضرتك العربيه الدفع الرباعي ثمنها غالي جدا. لما نحملها سلاح وذخيره وشراء ولاءات ايضا للي فيها تكلفه عاليه جدا، اصرار عالي جدا، بيحددوا لهم المسارات. ودي مش اول مره، احنا داخلين تقريبا على حوالي 10,000 عربيه دفع رباعي في من اول ما ابتدينا مكافحه الارهاب. حضرتك بتعرضوا السلم دلوقتي اللي فيه العربيات الدفع الرباعي وتدميرها، هتلاقي في بعض العربيات الانفجار عالي جدا اكبر من القيمه الانفجاريه للوقود الموجود في العربيه. في العربيه نفسها. بالظبط. ده بيكون من كميه السلاح اللي مخزنه في هذه العربيه ست لو. والماده المتفجره، يعني كنت حضرتك بتعرضي دلوقتي، يعني شايفين حجم الانفجار ده اكبر بكتير جدا من الوقود الموجود، يعني فيها ماده متفجره. الشظايا دي بتبين ان فيها ذخائر.